بس إذا صالي بمدمع تشون ألمانيا الويدري مدواري راك عندنا ده قال لك كاركرن يك جوان بروجيان مال برا عمودي بو ده حزارو يك دست بوشانا خوكر بشرة مد راديو ألماني ده طيبتي ده بشي كردي ده كاركر الويدري تم ده خواز مرچه ده بو كو از وغر موليت و هيفي بو كو راديو كل عمودي چه بكم لباجاري كو جي هاتمه براستي اف درفت ده حزارو سيزده ده چه بو ده ما شورش سوريه دست بكر فرصت چه بو گو از کاربن وگر معموده اول ویدره رادیویی که چه بکم بنای آرتا اف رادیو هانه گو کارب و از مون آمنی گو لدرفم بدست خست از وگر مولید و از مونه بکم خزمتا خلکن خواه الویدره نها آرتا ده هزار و سیزده ده یعنی اخت دست بکا گو در کت بریاگ دست بوشانا خواه بکه و گاوا هانه مد بیست انه و رادیو کی زعاق ل ورچه بی مثلا بس ما نزانیم به 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 چی زعای دس بوشان بو ام جی ام ام شوق د نافا مدهبون و ام گهدار بن جی زعاق ل منطقه ما یعنی افتش المنطقه ما تنبو الجمع له هریمامه ف ما گهدار یاوینات کر بشکل کی مباشر یعنی حدث بی ربو هم و جاتو زمانك كو هاتبو تشو ساندن زمانك كو كو بلكي اشتر مشكلة بانا برس غريكا قلكي مزن بانا قوت بي بآخذ يا لجيكي بحسا زماني كرديتكم وزماني سرياني اي كو هاتبو فهم كرن زمانكي تاني اي كنيسي اي دينو اولو عبادتي حردو زمانا وخلكي فان زمانا اي كو بي داخذن جنشكره من الصاق ديتن قو بحسا خوبك انتيد افتشتكي قلكي مزنج بو من وقت وهدار فوقت ده حزار وسيزان ما دست بكاركر يعني ايمانا مامونو قوهرتن چيبو يعني قوهرتن چيبو درفت چيبو قو قوهرتن چيبو با ومسلا زمان زماني كردي قولو ما ويش اخي فهم كرنو انا انفتاحك چيبو حركس كارب زماني خواب آخر خونك بوش مرة ام راديو كي العمودي ببينم براستي ام ليكو هدار بكن قال لك مجاري وي هبون مجارن براستي جيريز كرتني واحترامي بو فكان كثير ضروري انه نحن نشتغل على لغة سريانية او لغة مثلا نحن ما تعودنا نسمعها براديو ما تعودنا نسمعها باي وسيلة اعلامية اخرى فكان كثير غيرة بالنسبة لنا غيرة حقيقية لانه نحن اعطانا فرصة انه نحن نكون بمكان نقدر نحكي فيه بلغتنا براحتنا نفرجي ثقافتنا نفرجي امورنا الخاصه فينا نعرفها للغير بلغتنا نفسها يعني فاعتقد انه ارتا كانت انه لما بلشت كانت حاجه جدا ضروريه في المنطقه انه هي تبدا بمشروع مشترك بين مكونات المنطقه وتحكي باكثر من لغه كان كثير حلو بداياتنا ليش لانه نحن نعرف طبعا من سنين طويله في موضوع الحساسيات بين المكونات أو بين الشعوب طبعاً هذا كله يعني موضوع سياسي لعب على هذا الوتر كان فأنه أنك تشتغل مع شخص كردي أو عربي أو إيزيدي أو شيء يعني خارج عن قوميتك أو عن ديانتك كان شيء شوي غريب نوعاً ما وكمان يعني فكرة جديدة لأنك أنت رح تشتغل مع شخص ما تعرف شيء عنه ارتا وكو هيفيك نوج زيارات وك بكاتي ازدي وش بكاتي دفري وك خريستيانا وكو امجي هفدو ناز بكن يعني اف بكاتي في دفري مكيم تشتي سر هفدو ناز دكرن اري ام بهفر بك في جيان بون ما هفدو ناز دكرن لي هناك برس هبو مش هفدو نتكرن ما هف ناز نتكرن هناك ججن هبون هناك عادات هبون هناك او بيجن تشتي كونتورا ازدياد كونتورا سريانيا دي ما هفدو ناز نذكر ارتا هيشت كو ام هف ناز بكن دست بيكي وهيشت كو ام جي خو ناز كرم بدن شخلكي كو دفرير يعني دفر عما دفرك قالك قول وقالك نتوالى دي جين قالك زمان قالك باوري دفرك برنجية اف برنجية هاني از الالمانيا فير بوم جو هيزج بو جفاكي وقتاك جفاكك او قاس رنج تيد هبن اف جفاكا هاني بهيزة لي جبو جو تكارب في هيزة بكاربين في حركة هفدو قبول بك دفي في برنجية قبول بك
دفي ناس بك جونا التاني أسهم كسك دن هاي بيرو بوشنا وجدايش عامن لي هناك نرخين هفبش هنا دفي أم لسروان كاربكن يعني هناك برسكريكن هنا برسكريكن هفبش دفي أم بهفرة جارة سرية جير بيدا بكن جبر جو حر يك تاني مجولي خبب حر يك تاني بيتاني أسهم وإيد تاني ويش غيب جواك هني بيش ناكه جبر ويك ما تخص دارتا دقو أفكرة برنجية لسر كار بكرن وبراسي جمال سر كار كر وحطانا هاجي ام سر كار كرن اب نفسها طبيعي وموضوعي واقعية تصرف بك او عمر بيترد دخوا اس بيش علم كأنه كادري ارتا دوي مستوي دانا ومندفع عن قش دخوازن تشتكي بك نا غايتي يعني مادين او انو نا مؤسساك يعني سر اساسك ربحي خلتي تشغلني سر اساسك قتشلو كارب دنقك بش خلك سوريار كردي سوريار جعامو دير دس بيكي خلك بمرة قلكي حازر بون جبرقو وان از وان فهم دكم يعني ويش اخيجي ما وان فهم دكر جبرقو راك هانتن تنبو قو بحسا خلك دفري بك يعني تاني راك عندنا هاتبو قريدان برجيمة دزجاهن رجيمة يعني يك جوانا مخابرات ووقتها تدبيج از هاتما وكاردكم بزمانة واي يعني ولو المد نارين جانا تابرا موقتها زداد كتم منارين خلقيت خواست جبو مجاركة برا مدان هنا كاجوان كحر بابا هر يعني از البرخوت كتم زعاجز دبوم جانا كلا قريت كتقر كامده هنا قلكي ولو بعشكية يعني تعامل مردكر بس دي ساجي متقو تشتكي نه يعني بس دهات من جوالي خورد قوت يعني ما محاولات كر لقور زانا بونا خوجي امجي وان فين بكن بيتش ما ولو دكن لي دو انا ربشتي ديتن قو يعني شيرين ماهر عصام عبد السلام زم افين كيب تين دنجي مدبن او دنجي درد كفي اف مجار بحساوي نادبه تشتك جوهرتن نابة يعني ندن جامد به ودرا تشتكي ده درد خه باوري شيء بو ده حزار وسيزة ده يعني بداية مدرس بكاري خكر ده إذا عايدة أز نسوك يد مشيهم فهذالك ما بان مكر يعني مناز ده كه بان مكر جو الراديو شغل جو كور أف موضوعي هاني شو ما هو طرح ناكن راديو ولو بان عمك شام يعني أول يكل جعدي بان ده كه شو مدة الراديو كهرب كم هو موضوع شيء جو ورش خوالي من رش خوالي أسعاري سيفابنا من الجنبية فاي فيا بسيس دورة قيا فيا بشارس ما شو ما في موضوع إنا ناقشينه ما كاف عدد سوكي ده يي ويش هاي تبي لما كر ما داك أو صورة ما شو أكر ما صورة جي أسعار أرجعت لما داك خسر صفحة فقولوا بالا ويك شان إنه إذا عقب أبوي وقال هموم يا خلكيت كي وراديو كي بكر ما جي داك خير ففهم كرولو من ناس كده ويش هاي إنه بنرولو يعني إنه خلك شو خاص راديو جوان مهم يعني أو قافا أول بوا ويش هاي خلكيت جي ناس كده إنه من الساق وان شيء بوي من ساقواني علامي شيء من نافي وان تشتغله بهنا وان ذلك شاشتيه جو قد بينن كارن بكل سهولة صار راديو طرح بكم بهذالك يخاره جروجا أرتا شيء بو حتى إيرو أم جهدار أرتانة أم جمهوري أرتانة أرتا قل لك يخش بو ما له حركة سيبو أرتا دمالي عمودة ودربي عمودة ودردوري عمودة قشيدة بو برنامج أرتا خش بو أرتا ملت بيش خست ارتا تفهمي ملت رچيكر ارتا عملاوي بملت ري گلكي خوشبو ارتا حشت سبهي بدبو حيا يكي نيرو برنامج وادات گهرتن جدي كي نيرو بيو دبو برنامج كيدي ام گهدار ارتا محطه ساعت يك اي بيكون ام يعني بيركا ماري كار هي تهر مطبخ وتبي حوشي وتهر ويد وتهر ويد زارو كاش من راديو اني راديو اني گوما ما راديو متنقله تبخار بالمطبخ تبي حوشي تبي هندر مشكلات النايه هنا كاولو وقت تشاكي تشوكل ارتا نارين انه ارتا تشي تلي جهداريتك نا ارتا قال لك ما في داش ارتا كر حقيقه انا متابع بالنسبه لراديو ارتا كانت دائما مع المجتمع مع الانسان العادي بحياتها ما كانت مع المسؤول طيلة متابعتنا البرامجها رغم في خطوط يعني هذا مثل ما يقول حقيقة أيضا فيها شوية صعوبة على آرتا لكن آرتا كانت متجاوبة مع المجتمع مع حاجيات المجتمع مع التواصل مع المسؤول المعني كانت في أسئلة قاسية أنه على سبيل مثال مرة عندكم مذيعة فتقول يعني ليش يصير أزمة مازوت وإحنا بلد النفط يعني
على سبيل المثال هذا هالسؤال على الهواء على مسؤول ما هو سهل حقيقة. لا حياديتها كانت، لا بل ما هو حيادية، كانت للمواطن مع المواطن على المسؤول. أنا أقولها للأمانة بالأمور الخدمية، الأمور الاقتصادية، الأمور الاجتماعية، يمكن الأمور السياسية أحيانا أن يتطلب منك موقف ما أو سؤال ما تتجنبه، لكن أرتى بالنسبة للأمور الخدمية، بالنسبة للتواصل مع المجتمع بكل مفاصله، كل حاجيات المجتمع، يعني بالنسبة مثل ما يقول للوضع المعيشي، بالنسبة للوضع التعليمي، تدخلت أيضا، كانت تناقش مسؤولين أنه إحنا خيو لازم الإدارة الذاتية تقابل مسؤولين بالإدارة الذاتية أنه يا أخي الناس ما بدها تدرس مدارس الإدارة الذاتية لأنه شهادة مو معترف فيها. پیشی دیش مر زلال بو، اش بود خدمت آوی جواکی بکه دوی آوی جواک بخواه که چو خورت خواه دناو وی رادیوی ده ببینن، یعنی دوی خلکین خواه ببینن، دوی نتنه کرد بین، عرب بین، مسیحی بین، سریان بین، ایزیدی بین، کسن گو باوریان بولان آی دوی دناو تخمه کار ده بین. جبر چه؟ جبر بوی آوائی ده درباسی همه مالات بین، بوی آوائی تناست که کادر ده خلکی چیه، بوی آوائی تکارب خلکی رو بدو بستینه، بی آواهید کار پر آوا بکه، او بی آواهید داویا داوید کاری چارسری آپی دا بکه، او کار خدمت آوی جوکه بکه، جبروی که آرتا 10 سال آلسر نیگی خواه، جبر تم نزیکی جوکه بو، بشکش جوکه بو، ندوری جوکه بو، او نه پروژه بو، گلسر جوکه هاتی فرض کردن، جناب جوکه دیچه بو اف پروژه هانی. مسئله سلم الاهلی، انو جبنا الوجهاء والاحزاب، انه لازم تحافظوا على السلم الاهلي بالمنطقه، هاي كمان شفنا انه من مسؤولياتنا انه نحن نساهم لنقرب وجهات النظر من بعضها. كنا عم نعمل مناظرات بين الاحزاب السياسيه، بين الشخصيات الدينيه، بين الشخصيات المجتمعيه من الحسكه، من قامشلي، من عموده، كمان هذا كان هم لنا انه نحن منطقه تنوع، يعني فيها المسلم والمسيحي واليزيدي، فيها الكردي والعربي والأرمني، كان عندنا إحساس أنه لازم نتعايش، ما في بديل غير التعايش. فنحن ركزنا كثير ببرامجنا أنه لازم نتعايش مع بعض، ودفين بهفدور جيان بكن وبديل تنا، يعني إلا بهفدور جيان بكن. فما دي مسؤوليك مازلة قام سر سلم الأهلي كار بكن وأموان وجهة آر طبب من برك جدن جوار جبوغو مخاطبة خلكي أخوة بكن. نتاني مدهات من بحثة إزديات كرنا هفالي مني إزديد هات بحثا ازدياد كر ما ازديد رياوير ناس تكر بشتي ما خلاص تكر برنامه خاني زندي ام بهفره دچون ججنا ازديا بنا هشت گو باوريا خلكيب ما بي وخلك تفل هف ببن، يعني هف دو ناس بكن بري تصورك كل سر ازديا هبو دريا برنامه ين ارتار او تصور قلكي هات قهرتن تصورك كل سر سريانا هبو، يعني سريان وك مسيحي هبو فرق جداهي جم قلك ساتن هبو خلاص مسيحي يعني سرياني، سرياني يعني مسيحي. تنبو كوت تتوان شافدو جدا بك اف اولك اف نتاوك. دعاي داد مناسكر كوليتشي ما يكن. عيني او كوليتشان. خواني ما يكن. كيفا ما يك. نيم قلكي نيزيكي هافبون. بري اف تنبو. ما تشخاص رونشتن لسر جيانا هاف بش لدار خستن. لقر همي بيكاتين دافري. ما تشخاص رونشتن لسر شاندين دافري. ين جور بجور جالية كيفا وين قد كان هف جالية كي دن فا ما لدار خستن أم تقاسي خدي وين رينا هانا قو أم بتني نكارن تشتكي بكن أم همي كره چان دكينا كره وزارو كين دفر كينا أم بهفر دكارن تشتكي بك بشكش بكن أم نرينا ما وأم لسر فيه كي كار دكن. عندنا مثال كتير هيك واقعي وحقيقي دائما نحن نذكره بتاريخنا بأرتا اللي هي كنيسة عمودة مثلا. يعني نحن اليوم لما أنا طبعا أنا أشتغل أو أنا قائد كشفي بمجموعة كشفية بالقامشلي، طبعا نحن أرتا عملت تقرير عن الكنيسة الموجودة بعمودة، كنيستين الموجودين بعمودة، وبينت بهداك التقرير أنه الكنائس شلون ما في مثلا كثير مسيحيين او الكنائس شبه مهجوره صارت بهداك الوقت. فنحن هداك التقرير خلق عنا حاله من انه نحن بدنا نروح نزور كنائسنا الموجوده بعموده. فاخذنا المجموعه الكشفيه كامله وقتها، نحن يعني جبنا شيء اكثر من 80 شخص هن بعمر الشباب والاطفال، جبناهم رحله لعموده.
فهذيك الرحلة نحن كمان لما نشرناها على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي نحن كفوج كشفي خلقت كتير دافع عند العالم انه نحن ليش ما نرجع نظبط كنيسة عمودة. وعلى اثرها صار طبعا تواصل مع نيافة المطران واخذوا قرار بانه يرجعوا يرمموا كنيسة عمودة، واليوم كنيسة عمودة مرممة بفضل هداك التقرير اللي صار من قبل ارتا. كانت مؤمنة ارتا بانه فكرة العيش المشترك لازم تكون موجودة، اشتغلت عليها بخطوات واقعية، عطت حق مثلا المكون السرياني بانه يعمل نشرة تبعه خاصة فيه بدون تدخل، حتى مع المكونات الأخرى كان في تواصل فعال حقيقي. يعني هذا شيء ساعد أنه نحن اليوم نستمر لليوم. طبعاً أرتا استطاعت باستضافتها لكافة المكونات وكافة الأديان والمذاهب والطوائف استطاعت أن حتى تكون السباقة في إزالة الصورة النمطية السلبية عن الأديان وكالإزيدية. يعني حقيقةً لا يجوز أن تأكلوا من طعامهم ولا أن تشربوا من مائهم، وهؤلاء كفار ويعبدون كذا وكذا وكذا. استطاعت من خلال استقبالها للشخصيات إزدية على سبيل المثال، هم مثقفين جدا، هم أصدقائنا دائما نقعد مع بعض وهم يتحدثون أنه نشكر أرتا، اليوم كنا في أرتا، اليوم قدرنا نحكي ونعبر عن الديانة الإزدية، واستطعت أن نزيل من مئات الآلاف من الأشخاص تلك الصورة النمطية أننا نعبد فلان. وأيضا استطعنا أن نرد على كثير من الحجج الواهية والتي صيغت لدوافع في نفس مسيلمة وفي نفس يهود الأسخريوطي. حتى بمركز عمل راديو آرتا تلتقي مع مثقف كردي، مع مثقف عربي، يصير حوار، يصير على التعايش. حقيقة نقول لك نعم جمعت، لكن باعتبار الوضع أكبر يمكن أرتا ما قدرت تحصل شيء من هذا التقارب، يعني ضعيف ما أقول لك، لكن باعتبار الشيء ضخم، الشيء وراء دول، الشيء وراء سياسات، الشيء اليوم لا تؤاخذني مسلح في فوضى مثل ما يقول بالنسبة للفوضى الأمنية بكل الجهات يعني. فاليوم أرتا تحصيلها كان ضعيف لأنه الوضع في حراك، في خط نار، في خط ساخن ما تقدر تصله. لكن رغم ذلك الناس صارت عندها واقعي معلومات بذاتها أنه بالنسبة لأرتا يا جماعة والله الراديو هذا حيادي، هذا الراديو يعني ينقل معاناة. أسئلتهم للمسؤول، أسئلتهم لشيخ القبيلة، يعني أرتا بنقول بهالباب هذا يمكن مو المستوى اللي تريده العالم، لكن هذا ما طلع بيده لأنه التجاوب معها ضعيف من المجتمع وليس منها تمام. ما نظلمها أيضا نكون منصفين، لكن كانت أرتا في كل حدث حتى على مستوى العشائر، حتى على مستوى الصلحات، حتى على مستوى المضبطات العشائرية كانوا يخبروا أنه خيون نريد أن هالمضبطة شو الشروط اللي اتفقت عليها العشائر بالصلحة الفلانية، نريد يعني ينقلون شيء لصالح المجتمع. كلك بابت هبون حساس بون خلق دترسيان لسرباء آخفن هبون كيشبون لحركسي يعني بلكي دهندري مالا خود السرد آخفي بس الدرفة ودناف خلقه ده بحثة وين عاند بو مدار تاده ما أف بابت ما داري فكر ببر برسياري ما قو كاورن كرم بكر نعمل سرباء آخفن ما دم أف كيشة هي وأف كيشة هاني خلقه دوري هفدو دخينا أف كيشة هاني جواكيش هفدو دخينا نا كامل سرباء آخفن جبو چار سري جير پيدا ببه جبو خلق نزيكي هفدو ببن جبو قام كاربن بجول ببن ب ب ب ب بتشتن مستر جوي بابت هاني اگر اف بابت هاني بمينه و او تشتن مزن ايگو گريداي چارنوي سامه ومصير مي و به چار سري بمينن و به كار بمينن نا كان امر سر باخفن به بر پرسياري كام هول بدن چار سري اجر پيدا بكن كام بهفدور باخفن و نل سر هفدو. من خلال برامج تم طرح قضايا كان في كتير خوف من طرحها، مواضيع كانت حساسة تم طرحها. أنت لما تحط النقطة لبداية كل شيء رح تشوف صعوبات، يعني أنا ما أقدر أطلع السلم من الأول للعشرة فوراً،
كمان الموضوع يقول انه مشوار الألف ميل يبلش بخطوة. أنا مثلاً حطينا حجر الأساس لموضوع مثلاً مجتمعي نحن أطلقناه من عنا، لما سمع بلش العالم صار في عندهم جرأة لحتى يحكوا، فتم طرح كتير مواضيع مجتمعية قومية تاريخية تم مناقشتها، تم تغيير أفكار مثلاً السلطات اللي كانت موجودة، تم حل موضوع مواضيع كتير كانت عالقة، مثلاً موضوع خطاب الكراهية اللي كان موجود من كتر ما انطرح كتير، مثلاً موضوع أنه نحن ما لازم نشتغل على موضوع خطاب الكراهية، فالتنوع اللي كان بأرطا هو اللي كسر حاجز خطاب الكراهية. زحمتك هبو دفينا هنين يعني أنه شلو تيفان أطرافي متنازع إيه سياسي يا إيه مجتمعي يعني أنه تيشلو خلقي بجين هبدو أزي مثالك اشتربيج مع عربي غمر كرن ميفان عرب الغمر تجاري حوارك تشين أبو يدورتا لعرب الغمر وأهل المنطقة حساسيتك هيدورن جبرقو كردي فيدا ليد نرنو عربي غمر هاتن سر عرضي مرو نشتنا يعني كتن عرضي مادا قضياك بر حساس استاس أول يعني أول مؤسسة إعلامية بحثة عربي غمر كر أرتا إف إم ودح هزار وشاردد كرد يعني بامتعاض تعامل بعربي غمر دكرن جبرقو دمين وحقي ما خوارنا هاتن عرضي ما حزامة عربي تزانة قنديوان يعني وإيه عربي تم بالطرس بقالي كردات وإنه كرد المدنرن يعني إنه أمنا مقبولة فما حلقاك شكر مع عربي غمراني أملوان قهدار بكن أملوان قهدار بكن المشاكل وان ظروفه تيد هاتن فوقت يشتغلي سورتك دانو يتشغش بو خلقي ما ظانمين يعني إنه أفكى ساناب زوري هاتن أو عرب قياخي الفر شارسد دولم دانمي بس لويدا حزار وسيسد حزار وشارسد دولمي مش مستندنا سر فرات سر كمية فراتي ويدا ميمي بهيست دم عولو شورش چه ببوت دسلا دار لفرا ما تنبون هناك جفاني ايجا يعني عرضي امبيجن اي ملاكي اصلي برنا دفروشن ايجا چاوا دفروشن شخو هناك اوجي مرفي مبون عرضي كالكيوان هناك غريب كتبوني فدچون جوان غريبا وي بكرن او غريب يكي ديجي هاتبو جم پرن بو هاتر دابويه ويولو اشكالي چه ببه يعني اس خد يا عرضم ودبكو هفالكي مهروي عرضي بكره باش اوه غريب جدا فري عرض فروت بلكي در كف بوان پرا بس از او في جيراني خود كفن وجهي هفته سبوي مشكلة مازن تر ببه جبروه يكي از هاتم ويچاخي يعني سر نفي ساري ما هبو رئيس تحرير هبو مجرد قوتم تقوي مشكلة ما زنببة ويقالكي ما زنببة هجر أف عرض هات فروتن وأف خلق عنادر كتن سبق أزو جيراني خو مرفي خو ميتي كذن روي هفتة لسر عرضها ممكن كوشتنك تشيببة دقونا أم بحصابي مجاري ناكن أز دمه هو نيفا ما مددودة حر روجي دفينا ما هبو حر روجي مدقو جمر دقو ياهو دقو سريتا تحت خلاص أف موضوعك حساس بحساوي نقارن بكن سلطتنا يجان بحساوي بكن امي خلقي لديجي هفراكن رابو يا آدا ويج مرقوت قو خمناك قو امي بشكلك يتشيكن اموان ناخن مواجهة هف امي كرداجي بينا افي عرضيوان هاتن استندن و امي اف خلقي رقا افي قهاتن في دفريع عرض برنا امي وانجي بينا الواقه داري بكن اف جارا بيشيبوك راقهاندنك بيجن مستقل السوري لا مستقل جي يعني جارا بيشيبو لسر راقهاندني كو اف مجار بحث دبه دماغو بحث بو ويشاخي نهندس جهن ريفا بريا خسر دهاتن آفاكرن تابيرا من بر برساكي دستايا چاندنية هات دسجها أرتا هات راديو هات كو عيني جمرقو تلو تليا خوجي ولو كر قو تحطا كنجي مشكلة جمر چيكا تدعوها تشدك مگو از دعوت کم برینک هی خوین جاته از دست تداتی نمسر. جبوگو آو خوین بسکنه. از دعوت وید کم بریاره که درخین. بیش به اف عرضایان نما بکرین نما بفروتن یبقى الحال على ما هو عليه حتى امچارا سر بکن. دانو استندن گلک چه بول سر به موضوعی د ارتامویی ناده طبعا. هوا لکی من جهات عاجز بونو تشلو فان قوت ناج مرد كم مغو ناخم ناك اشتغالي بمرانا از مستعدم جوابا يبدم ويدا ما دركت بشتي يعني از تبجم كمي مهاك دمها بريار دركت
وقف عرض ولوب مينا نايا كرين نايا فروتن ادي مناس كربيتش قيسي راق هاندن كاري وسيط به كاري جاري آلي كاريا دا سلاد دارا آلي كاريا خلقه بكي قو چاريان ببين وبره طبعاً بيراكي ما كردا بيراكي ما كرمانجا يعني باكي ام حبكي ولو متأخرين جي غير دولتي غير خوا جي آلي بيراكي دنكالكي ولو حبكي متأخر چيبون بس بشتي قو آرتا چيبو فعلاً جوي بيراكي جوكي كجوكي دي انهو حروما قهداري دكير وف نرمان دهات اندستران و كچك بره الجمع كرد كچك تنبوري خبستري كماني بو كسي ناتش قزايي بسري كسي ناتش قزايي البرنامجا اختي زلامي مدي زلامي فهم دكي پشكت دي واعي مجتمع كي دي انه مجتمع قزامنا و قزا فلان كسي خلاص جن چي و زلام چي برا قزام جي هربي برنامجي بس برا بيرا كام جي هربي برنامجي اليوم نحن لا اراديا لما مثلا ننزل على السوق نشوف مثلا حدا سرياني بنص السوق مثلا عنده محل حتى لو بضاعته مثلا مو كويسه نلجا انه نشتري منه طبعا هيك كان سابقا يعني دائما كان عندنا فكره انه نحن خلينا مثلا نفيد الشخص الفلاني لانه هو من جماعتي وطبعا نفس الشيء موجود بكل الاطياف طبعا هاي النقطه نوعا ما كانت هدامه بمجتمعنا لانه اليوم نحن خلتني بعيد عن الاخر وخلتني بعيد انه انا اتعرف على الشخص اللي مقابلي طبعا ارتا بالبدايه كسرت هذا الشيء شلون يعني مثلا اليوم نحن كان معطى لنا نوع من الثقه مثلا بتنفيذ انشطه معينه مثلا مثلا المدير اليوم منتمي للمجموعه الكرديه مدير كردي ما كان يعطي مثلا المهمه لشخص كردي لينجزها كان يعطي المهمه مثلا للشخص الاكفأ اللي هو مثلا شخص خلينا نقول عربي او مثلا شخص سرياني فمن خلال هذا الأسلوب الإداري اللي كان موجود أو متبع بهديك الفترة وأكيد هلأ متبع لهلأ اليوم نحن قدرنا نتخطى مشكلة الاستقطاب صرنا نؤمن بأنه نحن اليوم هاي الانتماءات الضيقة هي مانا انتماءات فعالة الانتماءات الضيقة هي هدامة بشكل كتير كبير ولكن بشكل أو بآخر هي أرتا ساهمت بخفض هذا الشيء يعني بخفض هدول الاستقطابات واليوم خلتنا نحن نتعرف مثلا على ثقافات معينة أكثر خلتنا اليوم نحن نسمع مثلا غنية كردية لما نحن تعجبنا هاي الغنية ما الكردي نفسه يسمع غنية سريانية لأنه هي غنية حلوة خلت مثلا الكردي يتعرف على عيد الأكيتو خلتني أنا أتعرف أكثر على عيد النوروز وهيك أم إيرو تزانن قد دماكم كجيين لديجي أرمان وسريانة دي جالي عثمانية قال كردي المسلمان هجمارك مزنج أرمني وسريان لمالي خوحواندن أو جي قركرني و جي كشتني باراستن ناخوه ويشاغي خلقه هفدو قبول دكر لد جبر سياستن جوجل سوريا بيك هاتن خلق دوري هفدو كتن جهفدو ترسيان آليدن خطر لسر خود ديتن دريا عرطار مخوست أم في فكرة نراست أم راكن بيجن أم مصير ملور هفبشه برسكريكن ماي هفبشانه كام هفدور كار بكن كام هفدور قبول بكن كام وقبري هفدور شاهية بيك بينن كام يعني قلق چالاكين قوغ بري نورمال بون ام دي سوان وجينن كام زماني هفدور فير ببن كام هفدور بدو بستينن اوهاج ده ارتا ده جبو ما قلقي گرنگ بو ما زباورم مرولك باش ليست في واريده پروژيك ارتا هيا ارتا قوكين اوهاج اگر رامان و رامیاری و گنگشه که کور لسر و گاوه نبه ارتا گوتنه که به کار ناینه گر او گوتن نبه جه گنگشه و دانوستاندنه ارتا گوتنه که هست به گو گوتنه که هی دبه گو ببه جه ناکوکیه یان ببه جه تشتکی نباش به گوتنه دکشینه لیبورینا خود پیشکشت که ارتا کارده که لی به زانبون کار دکه به حسکرین کار دکه و آرتا جموعی نپرس کرده که گو ببیجه از شاشون لو را بر دوام دکه دواره پرنگیه ده تنوع سیاست آرتا او بو که تو جاری ته بحثا کسینک یعنی هگر مسیحی به بحثا مسلمانانک برای یکی مسلمان به شتر بیجه به باوریاوی چیه بحثا ایشا کردانک هگر ته نکرد به بزمانه کسینه اشتغل طایبتی به جر یعنی سیاست آرتا گل کی عشق بود و مسئله ده ده دست پکه ده گوته وک به جر تنه اداره و حواره ده که چنابه تنه رینا بیجه
چناب تا الکاریا کسی به کسر حساب کسی ما زانی بو چه قیسه پرنگیل دوره هیه چه قیسه تعددی تنوع هیه لدوره و ما مسافت آخوا یعنی نجبو گو ام باوریام بوی تشتی هیه تنزیوان میوان آبینم نا ما حرتم دخواست ام تکلیه خوا و علاقات خوا بقولي دري نتوي دري طائفة دري تشيبكم يعني أم لواد قريان سياسة تحليلي لآر طائفين بلكي آحري زحمد بو نتيجة تغييرات تشيدون نتيجة قوية موجود نتيجة مسميات وتسميات نتيجة صراعة هي فأم وق جروب الاجتماع تحليل دا مرود نشتن مدقوكا أم مثلا مصطلح كي معين هي أم راديو تشيبيجن أم بين عدوان، أم بين احتلال، أم بين عمليات برية، أم بين هجوم، أم بين شيء. فالورد بيشتي من الفكرية ما تقول أم بين ونفترض ما بين عدوان. فالسياسة التحريرية هات شكلان لسر مراحلها. يعني ما زلنا بطور السياسة التحريرية، إنه كل موقف كنا عم نحط له سياسة تحريرية معينة. كل حدث كنا عم نحط له سياسة تحريرية معينة. هل حدثك حرب ويرك، سياسة ويني تحريري ويقوى فردك لسر ما استاذي. بس مهم شبو انو ارتا دنگي هر كسي اف سياسه اف عامه تو كسي اقصاء ناكه چي كسي الفيرجيان ديكه چي كسي الفيرجيان ديكه سيرفي اخيجيان ديكه چي لوك كوي هي ارتا اف ام جي باور جوي چي لوك اوي كار بير سر ارتا اف ام چي لوك اخو بيجي اف عامو وكيد التفاصيل روجانه سياسه من التحريري التطوري وماليزيا دات كرن يعني وحتى انا جي بر دوام سياسه تحريري ارتا مشت بخطوات موجودة يعني خط واحد سلكته بهذه بهالسنين هذه حقيقة جيد مسار جيد مشت به بحيادية يعني اليوم نقول القناة الفلانية ما بدنا نسمي أو القناة الفلانية كردية أو القناة الفلانية عربية ما حد قال أرتا قناة عربية أو كردية راديو عربي أو كردي أو سرياني ابدا قطعا هذه اقولها شهاده عرفت علي فارتا تواصلت من خلال الحياديه والوسطيه مع كل المكونات مع كل المجتمعات مع كل السلطات مع كل الفصائل كان عندها توازن بخطها في لها خط راسمته هدفها هو البلد هو المجتمع هو وحدة التراب هو وحدة الشعب أرتا الخط الحيادي لكن يجوز حتى مو هذا طموح أرتا طموحها أكبر لكن في ظروف اليوم من إنشاء راديو أرتا لليوم إحنا بحراك إحنا بقتل دمار وآخرها البلاء جانا كورونا وبعدين الزلزال فحكما في صعوبة لكن أرتا ظل ضمن خط معين خط وسطي خط حيادي خط لصالح الشعب إن جارك أزرون شتيبو جيكي قالك بربرس بون يعني يك دشتغلت بيجد بي والله ملاحظات من سر أرتا هنا أرتا قريداي فلان كساي إيه دجير قد قو والله أنا مسؤولا بهفرانا نفسها جدا إيه دجير قو قونا والله قو أزدرت كذن قو أرتا ناروكي قو تنيم خراكرية ناروكي تشتك بمفلزق عندي هنا تشمع ولود بيجي نقاش بود أرتا حردواد أرتا أف حالة شاكر يعني أري مضاري براهشتي يعني جانام هم راستي تهديدات هاتن تهديدا بكشني تهديدا بلداني أما دكتن ترمبيل خود قافهم دهاتن هم بترصيان كي دو مدب ممكن تشب سري ما بي أما حرتم يعني ما جاف دور دقوت ما تقو أم دو أرتا عرضة كيدن تجمعين مسر مالباتي خود ترسيان هفالي مسر زاروكي خود ترسيان سر جا خود بافي خود ترسيان يعني ما كارك ذكر ما نزاني بوي داوي ياوي چبه بس ما تحمل انت ما تقوي قهرتن عيني بذي كاريبي ارتاش بشيد خو بشك جي قيراني نديت امنا طرفك جي اطراف النزاع يعني تا اجندي مي سياسي حزبي وديولوجي لسر سلطه تننا ام هاتن ايش بوغم خدمتي بكن حساسيتا لدفري ما ناز ذكرش بشيد ما راست بشيد باوري تنا بودغو هون طرف فلانكسن هون جوالي فلانكسن فلانكستا ميلاو ددن هون هاتن هون لديجي دفرين لي بوختير افيك هات ناس كرن انو نراست تفيقو
مخابن آرتا جارك جبر وان بيرو بوچونين چوت الجم هناك هات شوت عندن الشبكة ده ده بيشتو شاشة نيسانية ده ده حزار وشازده أرتا إف إم هات شو تعلم فهاتن ببيدونا ومعزوتا وصفقان كبلان نوبرن وحراسة مجي كبلان نوبرن وبيدونا سرع دي داكرن وشما قافيتيني وبيخشتن دكاتن شو تعلم أف نتيجة بروغرامي مني سياسي بو نتيجة قوك محردو آليد أردخستن يعني نتيجة أنو حردو خلق نتيجة أنو أرتا مؤثر بو يعني يعني أرتا رولك ويها بو أرتا أرتا تشتي أرتا تكر كسيني كاريبو بكرة يعني كسيني كاريبو حاطو الطرف در خستانا ليه ما تكر يعني يعني مجتمعك الناب طبيعة خوا بشكلك يقولو طبيعي بيش بدر جبو ناجي أف تأثيرك ما زل النفسية إنسان وشخصية إنسان وأفاكرنا شخصية ويدك شخصية ما بخوا يعني يقولو نكر تاني حتى شعوبي منطقي تغيا خوا اشتحزدك كمانيات أنا بيني واشتعاجز بيجي نما قنجاتت بيني ودوغماي يعني وأفرنرين يعني إعلامك دولو بشغله قالك زحمة وكي كناب ألغام هذا أزبي بيجم وأفترف عاجز أزبي بيجم وأفترف تناقضات سياسي مهم بو تناقضات أقليمي مهم بو نبناك بيجي تحديات من البيشاوي لي أرتا كاريبو يعني أزنا بيجم يعني ولو تجاوز هر تشتي كرو ميراني هر تشتي دي كاريبو بك ناج بو أز مبالغيت إدنكم بس حيا حدك باش كاريبو سينورا شخور دينه يعني حدود شخور دينه دوي اواغو كاريب بي بخبات اخوك واوغلكي مهم يعني وعيك قفاق ازانب دي ظرفك ديجبو هبونا ازهب باش يا استنب استنب بي سينور استنب بس السينورا شخور دينه قالكي مهم جبوك از كاريب او تشتيق از خوازم قاف قاف بيش دبتم دي بواريام دي ارتا دي مجالي دي كاريبو بحياديتك معقول موضوعية جبو واقعيتي قلكي واقعي جبو وكما قلت تفسيرا يعني خاصة يعني تناغم وانسجام مجتمعي قلكي السروي اللي مقاتبو شاوا يعني تشكي ببيجي فلا رازي بك يعني مسيحية رازي بك كردة رازي بك مسلمانة رازي بك إزدية رازي بك معناه ميراتي تنوعك لجمع هي يعني عقلك عجيب جير لازم دي وخاصة جاو عقل يا أو أداة قدن جي دقي حركسي أرتا نتنى راديوية نتنى دزجها كراغ هاندنية دبرامة قلك هارجر دوي قلك إيشانة قلك خمهنة أرتا هول دي جو بشك جوي باري راجي وبشك جو خمين خلكي كيم بك بشك جو إيشي وان سفق بك بأركين خوي جواكي راد بأرتا وقت دزقه جبو ما گرنگ جو لدورا جو والاهي لهب أرتا لغور درفتن خو لغور امكانيات خو كاربوه والاهي داگره ده سالي داوي ده رياضة مي آفرق شعبية ام سكيني بون امرون شتيمون ام نما ما كار ديكر حيا بري دو سالا بو جاركي طبعا سباسيا ارتا ديكن بمشتغلين قو ام دو خوازن هنكي دي سار رياضة فرق شعبية لعمودي مي فقرين ام دو خوازن تبمر آلي كار بام قاربن دوري كيشيكن جبوك هم هدية دي كاربن وان فريقا دي سا فقرين لسر عردي وام دي سا نشاط رياضي فقرن عمودي أزبالا خود ديمي رولا آرتا چه نشاط خست بحجار دي براستي وق مشترقو ده سالة سكيني بو أف بشتي دوري آرتا أف بلكي سي دوري دنجي فريقي مش خورچه دكن إيجا دليل انه نشاط فرق شعبية دي سافا قريان جاركي مبيست قو دعما ورشاطا بك يعني ايه ورشاك بيهب ايه مجي ورشاك مهبو يعني مقدمان فريقات فوتبولي بو اكشكا مجي قدمان طبعا قدم وطايره هبو زحمتي هبو كتشك شلو طبي بليزن وشلو لسكا قدم بليزن اهلي واجي يقولوا قلت لي استوعبنا نكرن شلو كيزي ما قدم بليزن طبعا مقدمان ومشروع مشروعي خو مقدمان
وموافقة سرهات مسباسي أرتات كن بشاغي دعم مكرن راستي أمجي ما جاهزة خكر وقتی گس دنبنم کجکی می عموده وقتی در دکهون بطلات سوریه در دکهون شبلاتی می در دکهون بطلات سوریه در دکهون گله کاشمرگو گو و یا صدفه بجاره که ولو چه بو لی سال دواجی ام وصیف در کتن سال سیاجی ام دیسا وصیف در کتن معناتو ام زیرکن ام جهاتینه ام کارن بجنه جی پیشخن براستی از مکیفا خونه دا کسی اقترح ندوات سياسية تكون من كل المكونات يعني مثقفين مثلا كرد عرب سريان ندوات حول المجتمع ندوات حول التعليم أصدخوازم أنه أو شكل برام بروغرامينا قالبيتك هي بيش كان عندن أز وقت ولاتي أز دبيجم غرك أرتا تشت تفق تشت كريه جولو بيتر شيبك هيفيام د ارتاد افق جولو قارب بيتر بد او حلقه جوهنداي د ارياده د جم خبره بغرين ارتا د وقت كي دي از بيجم يعني غيابها يعني وقت بيج كوادر وفهم وانج علاقته وبخلكير وعلاقته وبأويره از بيجم اويجي دي مراجعاك بك يعني تراجعك د ارتا دي شي د بد في اتجاهي Yeah, my name is Gitte Rabel. I'm a Danish consultant. I used to be, I'm trained as a journalist and I've been working in media for more than 40 years and 7 years as a director of broadcast for the Danish public service organization, DR. So I have a background in media and then media management, both in radio, TV and digital. And for me, it's a pleasure to work with ARTA because it's a great motivation for me to work with ARTA and with the staff also who are outside Syria, because it's always a balance on what is possible. What do we want to do? What would be the best possible way to choose and what is possible within Syria? And to go to the border always of what is possible, what can be done, how can we develop? It's always striving to be better, but also realizing what is the reality and what is possible. And to find that balance, to walk that line, that's really a skill that I think is mastered by ARTA, because otherwise they wouldn't be here after 10 years. So it is it's quite something to be here after 10 years, and I can't wait to see what will happen in the next 10 years, because I'm sure ARTA will keep on developing and keep on finding new ways to be relevant to the local communities and to fulfill the role of being an independent media in Syria. دوی ام الخوا مکور ورن گو ارت ادوان سال داوید گلکیش خو کیم کربو لواز بو او جبر قیران دنیای جبر کرونا او جبر شر گل دفر ام پکتی ام جی انسان ام جی بتا قدبن ام جی وقت جمر دویج بو گو ام دیس هیزا مخورتر به انرژی ام المذکر ايش بوكم كاربن برنامج باشتر بيشكش بكن نهام كارن بيشتي 10 سنه بيجن انه انرجي ما تجي ام دي سامي بخورتي فاكرن برنامج نهم بيشكش بكن ام كاربن دي سدانو ستندنا خب بغداري خور وبيناري خور خورتر بكن ام كاربن بيتر خدمته بكن ام كاربن بيتر جو بدن نفش جوانان بتایبتی بهتر لسر دانوستندن کار بکن او بهتر ج تکنیک نو جن اگو ایرو رول بردست امکان سوده بگیرن ل تکنیک چقی سی پیش کا ویجی به جواکا خو ام نکارن یعنی ام دوری و ناک هفن ام ناف جواکت بمین حتی اگو ام کارم ناف جواکت بمین و خبات ما خورت به وی جواک ام خورتن افشرت اساسی جهبونه غارتا جواکا گو ایرو رو ام دناف دیجین و ام دناف د خبات خود کن